حتى دلوقتي حتى دوره افتكر مؤثر حتى طبعًا. هو خارج الملعب بينه وبين زمايله زي ما كابتن عادل اتكلم. بس انا عايز اتكلم هنا عن موسيماني وفكره المسحه، مسحه الكاف الاخيره ديت اللي كانت من كام ساعه وتاثيرها على موسيماني نفسه. كابتن هاني، هل تؤثر يعني هل يؤثر غياب ديانج، هل يؤثر الورقه الرابحه وليد سليمان بشكل كبير على فكر موسيماني؟ اكيد طبعا، يعني بنتكلم واحد 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 كده. وليد سليمان طبعا كلنا عارفين قيمه وليد سليمان في النادي الاهلي، واهميه وليد سليمان كلاعب خبره وكلاعب كبير وكلاعب مؤثر في الملعب. يعني حتى احنا في الاستوديو تحليلا بنتكلم على وليد، وليد كل مباراه بصراحه يعني بيفاجئنا بحاجات احسن من اللي قبلها. في الماتش اللي فات حتى اخر ماتش الكاس مع ابو قير، الراجل بدا بيه، ومع ان وليد بقاله فتره ما بيبداش، الراجل جاب جول يعني جول هايل بصراحه، وعمل جاب ضربه جزاء وادى بشكل كويس قوي. الماتشات اللي قبل كده لو قعدنا نقول وليد وليد، لا وليد وجوده في الملعب مؤثر ووجوده مهم جدا، وبره الملعب زي ما شفنا برده دلوقتي يعني وليد بيعتبر من اللعيبه الكبيره في الفرقه اللي المفروض الناس الصغيره اللي في الفرقه تسمع كلامه. يعني وليد طبعا كلنا كشخصيه، شخصيه محترمه، شخصيه مهذبه جدا جدا جدا. ما اعتقدش ممكن يكون وليد في الملعب شويه بيبقى عصبي، لكن ده وارد، اي حد بيبقى في الملعب بيجي عليه اوقات بيبقى عصبيه. طبعا طبعا في وليد عنده كمان حته الحميه شويه في الملعب، فده دي حاجه كويسه، انا شايف ان هي حاجه ميزه، مش حاجه وحشه. وليد طبعا هنفتقده اكيد طبعا، لان وليد زي ما قلنا كلنا لعيب مهم جدا. اليو ديانج طبعا اكيد هيبقى ليه تاثير كبير برده مع الراجل، لان وليد لان ديانج بقاله فتره بيشتغل بشكل اساسي مع الراجل، ومش عايز اقول الراجل بيعتمد عليه اعتماد كلي، لكن الراجل يعني الراجل لو جيت تصنفه كابتن هاني، الراجل انا شايف ان هو من احسن الافارقه اللي موجوده في مصر السنه دي. ما شاء الله عليه، لعيب صغير في السن، انا شايف ان هو احسن محترف السنه، احسن لاعب محترف السنه دي في الدوري المصري. هو طبعا وعلي معلول، وبرده في نادي الزمالك لعيبه كويسه، في فرجاني ساسي، مش عايزين برده نبخس حق حد، لكن اليو ديانج بصراحه جه عليه فتره كان يعني معدي الناس دي كلها، وكان وصل لفورمه هايله جدا. حتى كلنا اتكلمنا وقلنا لازم الراجل ده، يعني احنا كلنا كنا متوقعين ان الراجل ده هيجي له حاجه بره في اوروبا بعقد كبير جدا، وكلنا متوقعين ده. طبعا هي بالنسبه لنا مش هنقول صدمه، لكن اللعيبه اللي موجوده برده حمدي فتحي لعيب كبير ولعيب مهم جدا ولعيب محترم. خلي بالك